وشوشة. مش هتتخيلي بس مايا دياب يعني من اكتر الشخصيات بجد اللي واقفه جنبها هي اصلا. يعني انا قبل ما اطلع على الستيج قبلها باسبوع كنت انا نومينيه يعني، ف جت كلمتني قالت لي انت ليه بتخافي، انت صوتك حلو قوي والناس بره بتموت فيكي وانت عسل. قبل ما اطلع على الستيج انا كنت اول اغنيه يوميها في البرايم، فقعدت تقول لي بصي بقى تعالى نظبط مع بعض. كنا بنظبط يعني الاغنيه، تقسمت الاغنيه وقعدنا نهزر مع بعض وكده. قالت لي عايزين نطلع نكسر المسرح واعملي كل اللي انت عايزاه ومش عارفه عن المسرح يعني بجد يعني يوميها كاني مثلا ايه عارفه انت شربتي مثلا ريد بول وطلعت على المسرح، حاسه انها طالعه منطلقه جدا. وطبعا انغام يعني انا كنت واقفه جنبها ببص لها حاسه ان انا باخد منها الاحساس بجد يعني الفنانين اللي بعشقهم. وشيرين طبعا كانت وحلم حياتي ان انا اقف جنب شيرين وربنا حققه. كان نفسي اقف جنبها في استرا كان بجد يعني من الفنانين انا بعشقهم اقول لك ايه، في غنائهم في تفاصيلهم في حتى كمان طريقه اختيارها الالوان اللي بتغنيها. يعني بحب قوي ان هي مهتميه باللهجه المغربيه زي طبعا سعد المجرد، ان يعني عايزين يخرجوا اللغه بتاعتهم لان طبعا اللهجه شويه صعبه. حابه ده جدا يعني بعشقها الفنانه دي. وبسطت قوي يوم ما بقيت عملت تويت على المحكمه وقالت لي ان هي ان انا الحمد لله غنيتها يعني بشكل هي عجبها. وكمان كنت منزلها اغنيه من حوالي اسبوعين ثلاثه كده على برضو تويتر وبتاع، فلقيتها منزلها برضو بوست وان عجبها ومش عارفه ايه. فبجد الفنانين اللي بحبهم قوي. لا بجد استاذ نبيل حلفاوي ده من الاشخاص اللي مهما اتكلم عنه مفيش حاجه. يعني انا لدرجه ان انا شفت لي حلقه مع استاذ محمود سعد قطع وهو بيتكلم عن حاجه تخصه واتكلم عني وجماعه صوتوا لها. فيعني بجد شخصيه عظيمه. انا اول حاجه عملتها لما خرجت ان انا كلمته، وبجد من الاشخاص اللي دعموني كتير جدا ووقفوا جنبي. طبعا ما تخيلتش ان شيرين برده كانت تدعمني وانا في السرا اكاديمي، واتبسطت بدا قوي برده. في فنانين الحمد لله كتير قوي يعني دعمونا كمان كمصريين. مجرد ما بتقولي كلمه دي وبتخيل قدامي رامي صبري وتامر حسني. انا بعشق رامي صبري جدا، بحب صوته قوي وبحب احساسه، بحب تامر طبعا، بحب كل حاجه يعني كاختيارات ككل حاجه. طبعا البنات بحب يارا قوي، بحبها بحسها يعني بحس ان احنا لو غنينا مع بعض فاهم هيبقى في كده حاجه لينك او حاجه. وبرده طبعا نفسي جدا يكون في حاجه بيني وبين اسماء المنور. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد العوالي. www.washwasha.org